نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. بعد التحية لك دكتور، إيه أهمية هذه العملية، عملية التطوير الشاملة اللي بتقوم بها الدولة لإحياء وتطوير أحياء وعواصم المحافظات؟ أهلا سيادتك، تشرفنا، سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. حضرتك احنا من الطبيعي التتابع الطبيعي بعد اعداد خريطه التنميه الشامله لمصر ان تبعها خريطه كبرى للرئيسيه للقاهره الكبرى الاسكندريه، وتبع هذا الخطوه الثالثه الطبيعيه انه ينبثق عنهم مخططات تفصيليه للاحياء في هذه المدن. هذه الخطوة تأتي في التتابع الطبيعي لتطور الأعمال والعملية التخطيطية. أننا بعد أن أعددنا مخطط رئيسي للقاهرة الكبرى نصبح قادرين على الدخول إلى الأجزاء القاهرة كمناطق وأحياء وتجمعات صغيرة وعشوائيات وطرق وبنية أساسية. هذا المخطط الرئيسي يعطينا الاستراتيجيات والسياسات اللي تمكننا من الدخول الى المخطط التفصيلي. احنا المخطط هذا المخطط التفصيلي هذا اول دخول لنا في عالم العمران الى هذا المقياس، كنا ندخل اليه من خلال اشتراطات المخطط التفصيلي النصف المكتوب فقط. لكن الآن دخلنا إلى تفصيل المواقع في هذه المخططات التفصيلية التي مكنتنا من معرفة حالة المباني بالتفصيل، وبالتالي نستطيع أن نعالج كل صور الخلل العمراني. هذا هو الدخول الأول وأسجله تماما من خلال خرائط تفصيلية. أصبحنا قادرين على النظر وتقييم شبكة الطرق وإعادة تأهيلها وإضافة محاور وتوسعتها وفقا لما بدا لنا من تفاصيل الأحياء وما بداخلها وما يحيط بها. إذا بعد يعني تكشف كل هذه التفاصيل، يعني كيف ننفذ هذه التوجيهات الرئاسية باستعادة الوجه الحضاري للقاهرة واسكندرية يا دكتور؟ استعادة الوجه الحضاري يقصد به أن المباني القديمة القائمة في الماضي كانت لها مستوى من الجمال وطابع واضح وإظهار للهوية وتناسق بين الكتلة العمرانية والفراغات، وكانت النظرة الشاملة أننا داخل عمران آمن جميل يوفر لنا حياة حضارية يحقق جودة حياة. ثم حدث تعدي كبير نتيجة غزو المناطق العشوائية ومخالفة الناس لأصول البناء والعمران، فالعاملين ظهور العشوائيات، وأن المواطن عندما يبني من وفقا لرؤيته في غياب مخطط. الآن نعم، هذا ما نعرفه، كيف نغيره؟ نغيره بالالتزام بالواحد، بالالتزام بالأعمال التخطيطية التي تراعي التنسيق الحضري، تراعي الفراغات اللازمة للحياة الحضارية، المناطق الخضراء، مراعاة الارتفاعات في المباني وعلاقتها بسعة الشارع، مراعاة نسبة المناطق الخضراء، تزويد هذه الأماكن بالخدمات التي تتوازى مع الكثافات، تخفيض الكثافات، أن الطابع العمراني يكون هناك تناسق في التشكيل العمراني، وليس أن تمر في الشارع فتجد فيه 50 نوع و50 طابع موجودين بصورة لا علاقة لها بالجمال أو الأسس التصميمية. فنحن نعيد الآن الاقتداء بالأسس التصميمية التي تراعي التناسق بين الكتل والارتفاعات والشكل واللون، ونعيد المباني القديمة إلى صورتها الأصلية، وأن الإضافات تكون بشكل يتكامل مع القديم القائم الأصيل. طيب أعتقد أنه يعني التوسع العمراني بناء مدن جديدة مش بيعاني من نفس هذه المشكلة يا دكتور. نعم صحيح، التوسع العمراني حضرتك تقصد به حضرتك المدن الجديدة، نشأت مدن جديدة. أول سؤال البسيط الأول، لماذا ننشئ مدن جديدة؟ ببساطة شديدة أن المدن القائمة والعمران القائم
وصلت طاقته الاستيعابية إلى الحد الأقصى، وعلمنا أنه وصل إلى الحد الأقصى من قصور الخدمات والإسكان والأنشطة الاقتصادية عن تلبية احتياجات السكان، وعن أصبح عندنا تجمعات بها استقطاب حذر، يعني تركز شديد للإسكان والخدمات، وخلل في جانب آخر وقصور. فنحن عندما بدأنا في إنشاء عمران والتوسع في العمران لمعالجة وتخفيف الضغط عن المدن التي وصلت إلى الحجم الأقصى التي أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات السكان إلى مواقع جديدة. المواقع الجديدة ليست في أي مواقع أو أي موقع ملائم نبني به، ولكن يجب أن يكون له تباعد مناسب، وهناك ربط بين القديم والحديث من خلال شبكة طرق. الخطوة الأولى أننا أنشأنا شبكة طرق تربط المواقع الجديدة والمواقع القائمة. ثم أن الموقع الجديد يشترط فيه عدة اشتراطات، منها توفر قاعدة اقتصادية، وأن هذه القاعدة لها تباعد عن العمران القائم، يعني لا يمكن أن أبني المزيد من المباني في العمران القائم لوصوله الطاقة القصوى. وهنا يبقى في احتياج لمواقع جديدة فيها قاعدة اقتصادية ولها طبوغرافيا وجيولوجيا وأحوال مناخية وقريبة من الخدمات، وتوفر مساحة جديدة كافية لنشوء عمران بهذا الحجم. أعتقد كل هذا يعني يمكن شاهدناه من خلال هذه الصور والفيديوهات لمدينة المنصورة الجديدة وافتتاحها القادم. تمام تمام. ولماذا المنصورة الجديدة؟ لأن زي ما قلت لحضرتك، المنصورة القديمة وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب، وأصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات السكان خدميا واقتصاديا وعمرانيا، فأصبح هناك حاجة لعمران جديد يحمل هذه الأعباء ويستقبل هذه الأعباء. أيضا العمران الجديد هو فرصة لتطبيقات حديثة، لأن العمران القديم لا يستوعب ولا يحتمل أي إضافات، من لا أستطيع أن أدخل شبكة نقل حديثة في كل الطرق وفي كل المناطق التي بها قصور، ولا أستطيع أن أقوم بمباني بمواد بناء جديدة أو بتشكيلات جديدة. أنا محتاج فراغ جديد ومجال حيوي كامل عشان أقدر أنفذ التطبيقات الحديثة، لكي لا أحرم السكان وأحرم المواطن المصري من مستوى حضاري جديد أصبح ييسر الحياة ويقدم جودة الحياة وعمارة سليمة آمنة مرنة تواجه المتغيرات. فكان يتحتم أن تنشأ مجتمعات عمرانية لنصل إلى هذه المستويات من جودة الحياة. لأن المدن الجديدة مش بس مدن ذكية إنها بتتعامل مع التكنولوجيا، ولكنها مدن ذكية في عمرانها أيضا يا دكتور. تمام يا سعادة الباشا، تمام تمام. هي ليست، احنا هنا حضرتك والنقطة دي كانت تحتاج وقفة كبيرة جدا. المدن الذكية هي المدن التي تيسر الحياة. أيوه. وتقدم للإنسان يستطيع أن يتنقل بيسر، زائد أنها تقدم له كل التيسير، المسكن الآمن، البيئة الصحية، لا يوجد بها آثار سلبية على الإنسان في حياته اليومية. هو التخطيط والمدينة الذكية حياة كاملة، وليس مجرد معلومات أو سرعة وصول معلومات أو سرعة اتصال. هذا جانب سطحي بسيط، صحيح، لكن الجانب العميق أنه حياتنا اليومية وممارساتنا الاقتصادية والاجتماعية تتم بسلاسة ويسر دون أي آثار سلبية. تمام تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.